Assalamualaikum and hi. Selamat datang ke channel Teacher Das Daniel. Jangan lupa subscribe, like dan share. Video kali ini adalah tentang 10 surah terakhir di dalam Al-Quran. Moga video ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لإيلاف
قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا ولا أنا عابد ما عبدتم قل يا أيها الكافرون
أعوذ برب الفلق.
رب من شر ما خلق ومن saja buat video kali ini. Jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.